بعد الافتتاحية الرسمية التي وعد من خلالها المنظمون على التحضير من الآن للطبعة القادمة من مهرجان الفيلم العربي، تختتم فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي. تعلو وهران في سماء السينما العربية، تضيء محيطنا بالفكرة والصورة والأداء، ثم تضرب لنا موعدا في مقبل الأيام. ودائما في نفس الأجواء وخلال هذا الاحتفال تم تكريم الفنانة شافية بودراع نظيرة فنيها في أعمالها السينمائية، ومن ثم جاء دور الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة الرسمية والذي كان عددهم 10، وكان الوهر الذهبي من نصيب الجزائر بفيلم إلى آخر الزمان للمخرجة الجزائرية ياسمين شويخ. فائز إلى آخر الزمان للمخرجة ياسمين شويخ الجزائر، والجائزة للفيلم إلى آخر الزمن للمخرجة الجزائرية ياسمين شويخ. علي اللي كانت عنده بطولة الفيلم، تفضل. شكراً للوهران، للجمهور تأوهران، شكراً اللي قيموا المجهودات، شكراً للجمهور اللي كان حاضر اللي صفق وكان له رد فعل، كان يتجاوب كثير، كل حركة نقوم بها كان يتجاوب. توالت الأسماء الواحد تلو الآخر واستلم الفائزون جوائزهم وهم فرحون بإنجازهم. أنا برشا بالجائزة، ما زلت مفجوعة ومتأثرة برشا. شكرا جزيلا، فرحانة. أنا سعيد لأن هناك تتويج مضاعف، الجمهور وجائزة أحسن إخراج. بتشكر الجمهور ولجنة التحكيم والجمهور الجزائري على هاي الجائزة. وفي الأخير وقبل إسدال الستار عن الطبعة 11 لمهرجان الفيلم العربي، تم تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظير جهوده في ترقية الثقافة والسينما الجزائرية.